بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الفتوحات اليسرية في شرح عقائد الأمة المحمدية، عقيدة العوام للشيخ أحمد المرزوقي، والخريدة البهية للشيخ أحمد الدردير، وعقيدة العارفين بالله في مقدمة الرسالة القشيرية، شرحها الفقير لله يسري ابن رشدي جبر الحسن. وما زلنا في شرح الخريدة في صفحة 136 للي معاه الكتاب، صفحة 136. بعدما تكلم على أقسام حكم العقل الواجب والمستحيل والممكن اللي هو الجائز، تكلم على ما يجب اعتقاده في الله عز وجل عقلا بمقتضى العقل، يعني ما يجب أن يعتقده الإنسان العاقل في الإله الذي يعبده. وقال إن فيه صفة نفسية اللي هي صفة الوجود، لابد أن يكون موجودا، لأن لا تعبد معدوما، يبقى دي سموها صفة نفسية اللي هي الوجود. وبعدين بعد كده خمس صفات سلبية تسلب نقصا، اللي هي البقاء والقيام بالنفس والقيومية اللي هي القيومية، والبقاء والقيام بالنفس اللي هي القيومية، وإيه؟ لا، ثلاثة قاف، احنا قلنا ثلاثة قاف، والقدم. يبقى بقاء وقيومية وقدم، ثلاثة فيهم قاف. وبعدين مخالفة الحوادث والوحدانية، ما القيومية اللي يقيم بالنفس خلاص. يبقى عندنا بقاء وقدم وقيومية اللي هي القيام بالنفس، وبعدين الوحدانية ومخالفة الحوادث. هذه خمس صفات سلبية مع صفة الوجود اللي هي الصفة النفسية، يبقى كده ست صفات. بعد كده عندنا سبع صفات معاني، يتولد منها سبع صفات معنوية اللي هي الحياة والعلم والإيه والقدرة والإرادة والحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. أدي سبعة، كويس؟ هينبني على كل واحدة سبع صفات. الحياة يبقى حي، والقدرة يبقى قادر، والإرادة يبقى مريد، والسمع يبقى سميع، والبصر يبقى بصير، والكلام يبقى متكلم، مش كده؟ ينبني عليها سبع صفات. يبقى عندنا سبعة وسبعة 14، وقبل كده كان فيه ستة، يبقى 20 صفة واجبة عقلا. يقابلها 20 صفة مستحيلة اللي عكسهم، يبقى كده 40 صفة. وبعدين كده يجوز في حقه سبحانه وتعالى الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة، فدي صفة صفة واحدة اللي هي الممكن واجب عقل، اللي هو يفعل ما يشاء ويختار، كويس؟ يبقى كده عندنا 41 صفة متعلقة بالألوهيات، 20 واجبة و20 مستحيلة وواحدة جائزة، كويس؟ يتبقى لنا بعد كده في النبوات تسع صفات. الأنبياء لابد أن يتصفوا بأربع صفات واجبة يقابلها أربع صفات مستحيلة، اللي هو الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. لابد يبقى صادق، أمين، فطن، مبلغ. يستحيل عكسهم، يستحيل الكتمان والخيانة والغباء، مش كده برضو؟ والكذب. يبقى كده بقينا كام؟ 8 صفات مع 41 صفة، 49. يجي لنا 50 بقى اللي هي الممكن في حق الرسل، ويمكن في حقهم كل عرض كخفيف المرض. يبقى كده في 50 صفة لابد أي واحد عاقل يعتقدها في الألوهيات وفي النبوات. واضح؟ احنا النهاردة هنتكلم على بقية صفات
المعاني بعد ما تكلمنا على ايه؟ على الحياة وعلى العلم وعلى القدرة وعلى الإرادة. هنتكلم على ايه؟ على الكلام والسمع والإبصار. قول المصنف: كلامه والسمع والإبصار، فهو الإله الفاعل المختار. احنا واقفين عند هذا البيت: كلامه والسمع والإبصار، فهو الإله الفاعل المختار. يبقى الصفة الخامسة من الصفات المعاني الكلام. يقول الشارح: الله سبحانه وتعالى متكلم، ولكن ليس ككلام الحادث. فكلام الحادث بصوت وحرف ونبرة وآلة ولغة، وكل هذه قيود. احنا قايلين ان صفات الله خارجة عن القيود. وكلام الله سبحانه وتعالى مخالف لما سبق، لا بصوت ولا حرف ولا نبرة ولا آلة ولا لغة. عشان كده لما قال على القرآن قرآن عربي، القول رسول، ما قالش كلام الله، القول رسول لما صار عربيا. لكن كلام الله لا يتقيد بلغة، فلما ظهر القرآن في اللغة العربية نسبه للرسول، قول رسول كريم. واخد بالك؟ ودي الفرق بين صفة الكلام وصفة الايه؟ القول. صفة الكلام لله وصفة القول للرسول. واضح؟ وكلام الله سبحانه وتعالى مخالف لما سبق. ايه هو سبق ايه؟ انه صوت وحرف ونبرة وآلة ولغة. كلام الله لا يتقيد بهذا. فلا يوصف بصوت ولا بحرف ولا آلة ولا لغة، ويمكن أن يسمعه لمن شاء، ويسمى الكلام النفسي. مثاله في الدنيا هنا الكلام النفسي. أنت لما بيبقى عندك في نفسك كلام ومعاني تريد أن تعبر عنها، بتبقى داخلك ليست بصوت ولا حرف، وكمان ممكن تبقى بغير لغة، لأن الإنسان اللي بيتكلم عربي ليه كلام نفسي، واللي بيتكلم أي لغة أخرى ليه كلام نفسي بلغته. فيبقى الكلام النفسي مش متقيد باللغة، اللي بيقيدها المخلوق. فهمت؟ لكن الكلام النفسي مش متقيد باللغة ولا بصوت ولا حرف. فالمعتزلة نفوا صفة الكلام عن الله عز وجل. ليه؟ لأن المعتزلة قالوا إن الكلام لابد أن يكون بصوت وحرف ونبرة ولغة، وهذه قيود، والله خارج عن القيود، يبقى الله غير متكلم. المعتزلة قالوا كده. لأنه أصوات وحروف ومنزل عن هذا. وأهل السنة أجابوا: يوجد كلام من غير صوت ولا حرف ولا آلة ولا لغة وما إلى ذلك. فقال المعتزلة: أين هذا الكلام؟ قال أهل السنة: الكلام النفسي. إذا تكلم الإنسان بينه وبين نفسه من غير صوت ولا آلة ولا حروف، والله خلقه فينا، لذلك قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذا من خلال الحاضر تدرك الغائب. الحاضر اللي هي نفسك، تدرك من خلالها الغائب وهو الذي خلق هذه النفس. لذلك لا يفتقر له إذا أراد إظهار هذه الصفة وهي الكلام. فالله سبحانه وتعالى لما أراد أن يجعلنا نتكلم بكلامه القديم وهو القرآن قال: فإنما يسرناه بلسانك. يبقى لسان، واللسان حادث، والقول حادث، والكلام قديم. واضح؟ فإنما يسرناه بلسانك، يعني هو موجود قبل خلق اللسان، ولكن يسره بلسانه الشريف وأنزله على قلبك. على قلبك، فقلب النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من الجبال، ولذلك قال الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، أي لعلهم يتفكرون في قلب هذا النبي المكرم الذي تنزل عليه القرآن ولم يتزلزل، فقلبه أقوى القلوب ولسانه أزكى الألسنة. لذلك في سورة الفرقان قال: الرحمن فاسأل به خبيرا. ومن هو الخبير؟ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه. وفي القرآن لم يقل الله، شيل الهمزة دي، ألم
هي لم صححها يعني. وفي القرآن لم يقل الله سبحانه وتعالى وإذ يسألك عبادي عني فإني قريب، وفي القرآن لم يقل الله لأحد يسأل عنه إلا رسول الله، لأحد يسأل عنه إلا رسول الله، فظهر أن رسول الله هو الخبير المقصود في سورة إيه؟ الفرقان. وفي القرآن الكريم لم يقل الله سبحانه وتعالى لأحد يسأل عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فالقريب هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإني قريب ممن قرب منك وأحبك واتصل بك واتبعك. إذن القرآن كلام الله الدال على الصفة القديمة لكن بحروف مخلوقة ولغة مخلوقة ولسان مخلوق على قلب نبي مخلوق، وهذا سبب الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة من قبل في قضية خلق القرآن. وفي النهاية اتضح أن كل فريق يتكلم من جهة، فلما انفكت الجهة اختفى الخلاف. فالمعتزلة قالوا مخلوق لأنهم نظروا للحروف ومخارجها، نكتب ومخارجها يعني مكتوب خارجها حط ميم، ومخارجها وصوتها وصورتها وهي مكتوبة ومنطوقة فقالوا مخلوق، يبقى لما نظروا للقرآن من جهة العبد قالوا مخلوق لأنه بلغة وبلسان ومكتوب ومنطوق كل دي مخلوق، فعشان كده القرآن مخلوق من جهة العبد. وأهل السنة قالوا قديم ونظروا إلى الصفة الدالة على الكلام وهو قديم وحل الأمر بعد ذلك، فالقرآن باعتبار أنه كلام الله فهو قديم، وباعتبار أنه متلو على لسان التالي والقارئ بلسان عربي مبين فهو حادث أي مخلوق، فاتضح أن كلاهما على صواب، فالقرآن دال على مدلول، فالدال الذي يقرأه القارئ حادث لأنه تجلي والتجلي حادث والمتجلي قديم، فإنما تولوا فثم وجه الله أي وجه التجلي، فوجوه التجلي متعددة بتعدد الخلق والمتجلي واحد، فالظاهر واحد والمظاهر متعددة، وبالتالي كلام الله إذا تجلى على مخلوق بصفته القديمة سمعه بكله وليس بأذنه، فكل ذرة فيه تصبح أذنا تسمع وتعي. فسيدنا موسى عليه السلام لما سمع كلام الله عز وجل سمعه بكله وليس بأذنه، ويكون في كمال اليقين بما يسمع فلا يختلط عليه شيء، كما أنه إذا تجلى على عبد بالرؤية يراه بكله. أما القرآن باعتبار أنه كلام الله قديم باعتبار المصدر من الله، ومخلوق حط ميم، ومخلوق باعتبار فعل المكلف تلاوة وكتابة وحفظا. فهمت بقى قضية خلق القرآن لما انتهت؟ طلع أنه مخلوق من جهة العبد اكتسابا، وقديم من جهة الله مصدرا وصفة. فأهل السنة كانوا بينظروا من جهة الله فصمموا ما تقولش بحادث وإلا يبقى كفر، والمعتزلة بينظروا إلى القرآن الذي يتلى في المحاريب ويكتب في المصاحف فهذا كله مخلوق، ولغة مقيدة وهي العربية واللغة كلها مخلوقة، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، يبقى ايه الألسنة والألوان كل ده مخلوق. فلما المعتزلة نظروا لجهة المخلوقية قالوا انه مخلوق اللي هو من حيث ايه؟ من حيث المظهر. ولما أهل السنة نظروا إلى من حيث المصدر انه من الله وهي دل على صفة قديمة قالوا قديم، يبقى اتضح ان الاثنين صح بس كل واحد بص جهة. وعلشان كده انقضت قضية خلق القرآن خلاص محدش بيتكلم فيها الوقت، انقشعت، بس المسلمين عشان يعرفوا يميزوا ويفرقوا كده خدوا 200 سنة في قناعات، قعدوا يتخانقوا مع بعض 200 سنة، تصور بقى لحد ما عرفوا يحلوا الإشكال بالطريقة دي. ابتدت العلوم ليه؟ لأن قضية القرآن مخلوق ولا قديم هذا السؤال لم ينشأ في ذهن الصحابة أصلا حتى يناقشوه، هم تلقوا القرآن إنه وحي نزل على قلب النبي فقرأه فتعبدوا الله به
ونشروه على في الأرض، ولم يخطر في بالهم كلمة بقى مخلوق ولا قديم دي. فلما فوجئوا بهذه القضية في عصر الإمام أحمد بن حنبل بسبب الفلسفات وترجمة الكتب القديمة اليونانية، وابتدت تطرأ أسئلة لم تخطر في بال الجيل الأول، فأهل السنة صدموا بهذا السؤال. فبعضهم قالوا لا نقول فيه شيء، يسعنا ما آمن به الصحابة. عشان كده الإمام أحمد بن حنبل ما قالش حاجة لما سئل، قال لا أقول في أمر لم يثبت فيه أنه كان من أيام الصحابة. خاف يقول حادث وفي نفس الوقت ما قررش شيء. هم عايزينه يقرر انه مخلوق، لان المعتزلة كانوا ايه، هم القضاء وكانوا مؤثري ايه، وكان الخليفة العباسي تابع لهم في اعتقاده. فحصل بقى الاشكال وفتحوا السجون وسجنوا العلماء وقضية كبيرة، لحد ما الناس هديت خالص بعد 200 سنة وقعدوا يفكروا، قالوا ده هو له مظهر مخلوق وله مصدر قديم، ده هو قديم مخلوق، يعني قديم من حيث أنه دال على الصفة القديمة وهي الكلام، ومخلوق من حيث أنه بلسان عربي مبين ويتلوه العبد بنبرة وصوت ويكتبه بقلم في الصفحات، كل هذه أشياء مخلوقة مكتسبة. واضح؟ ثم بعد ذلك الصفة السادسة اللي هي السمع، فسمعه يتعلق بكل مسموع بغير آلة. انت بتسمع بأذن، والأذن كمان مكونة من عدة أجزاء، أذن خارجية ووسطى وداخلية، ثم متصلة بعد ذلك بعصب، والعصب يروح لمركز في المخ، وبعدين مركز المخ يبتدي يترجم هذه الأصوات إلى كلمات، والكلمات مع الجمل إلى معاني، ثم بعد ذلك يفهم، ثم بعد ذلك يجيب. فكل المراحل دي كلها بتمر بالإيه؟ بسمع الإنسان. وكذلك كل مخلوق يحتاج هذه الأدوات كلها حتى يسمع. الله سميع بغير آلة، كويس؟ لأنه لو افتقر لآلة يبقى مفتقر، وهو غني مستغني. وعشان كده السمع فسمعه يتعلق بكل مسموع بغير آلة. الصفة السابعة البصر، يبصر كل مبصر ولو كان في عالم العدم، فيبصر معلومه وهو معلوم كما يبصره وهو موجود، ويسمع معلومه وهو معلوم كما يسمعه وهو موجود، لأنه لا يسمع بآلة ولا يفتقر لشيء. حتى إن سيدي محي الدين ابن عربي له كلمة لطيفة يقول لك إيه، يسمع المبصر ويبصر المسموع، إلى هذه الدرجة، يعني لا يخفى عليه خفي، يعني هو عايز يقول لك لا يخفى عليه خفي. لا تخفى منكم خافية، مش كده برضو السورة الآية بتقول كده، سورة الحق، يعلم السر وأخفى. والخلاصة أن صفات المعاني السبعة من حيث تعلقاتها تنقسم إلى ما يتعلق بالممكن والجائز، وهما صفة القدرة والإيجاد، القدرة للإيجاد والإرادة للتخصيص. يبقى عندنا صفة القدرة والإرادة لا تتعلق إلا بالممكن فقط، ومنها ما يتعلق بالواجب والمستحيل والجائز، وهما صفتي العلم والكلام، ومنها ما يتعلق بالموجود وهما السمع والبصر، ومنها ما لا يتعلق بشيء وهي الحياة. دي الخلاصة بقى، الصفات السبع. وقول المصنف فهو الإله الفاعل المختار، أي يخلق ما يشاء ويختار، ولا شيء يجبره على فعل شيء، اللي هي إيه؟ اللي هي الصفة الممكنة، إنه يفعل ما يشاء باختياره وقتما يشاء، يعني جائز في حقه الفعل وعدم الفعل، والخلق وعدم الخلق، والإماتة والإحياء وهكذا. ثم قال بعد ذلك وواجب تعليق ذي الصفات حتما دواما ما عدا الحياة، فالعلم جزما والكلام السامي تعلق بسائر الأقسام، وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها أخذتقا، واجزم بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى،
وكلها قديمة بالذات لأنها ليست بغير الذات. ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف. هنشوف بقى شرح هذه الأبيات. قول المصنف: وواجب تعليق ذي الصفات حقا دواما ما عدا الحياة، أي لها تعلق تنجيزي صلوحي حادث وقديم. كويس، تنجيزي يعني ينجزها، وصلوحي صالح أن ينجزها. تنجيزي صلوحي حادث، وتنجيزي صلوحي قديم. وقديم حيث تعلق علمه بالمعلوم، المعلوم إرادي إيجادي قبل إيجادي، فهو منجز لكن قديم لم يحدث بعد. أي أنه تعالى حال كونه سميعا، فتعلقه بالمسموع قبل الوجود تعلق صلوحي قديم، وتعلقه بالمسموع بعد وقوع تنجيزي حادث. وكذلك الإبصار ما عدا الحياة، فالحياة ليست لها تعلقات بالغير لأنها متعلقة بالذات وهي صفة ذاتية، لأن الحياة متعلقة بصفة الوجود، فهو حي موجود متصف بباقي الصفات بقى كلها. قول المصنف: فالعلم جزما والكلام السامي تعلق بسائر الأقسام، يعني علم الله وكذلك كلامه تعلق بكل ما الأحكام العقلية المعلومة، الواجب والمستحيل والجائز. صفة العلم وصفة الكلام تعلق بسائر الأقسام، والحكم العقلي بسائر الأقسام بسائر الأقسام من من الحكم العقلي، الواجب والمستحيل والجائز. قول المصنف: قدرة وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها أخذ تقى، والقدرة والإرادة متعلقان بالجائز فقط ليس كالعلم والكلام. وقول أخذ تقى أي اتقي من تقول خلاف ذلك، اتقي يا من تقول خلاف ذلك. زي زي احنا قلنا لو سألوك هل الله قادر أن يخلق معه إله غيره؟ مش هو على كل شيء قدير؟ هل قادر أن يخلق معه إله أو يهلك ذاته سبحانه وتعالى؟ تقول إن إن القدرة مش متعلقة بالواجب، والله واجب الوجود، ولا متعلقة بالمستحيل وهو أن يكون معه إله، وبالتالي لا تتعلق القدرة بذاك ولا بهذا، القدرة تتعلق بالممكن. هذه الإجابة. قول المصنف: وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها أخذ تقى، ثم قال: واجزم بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى. فالسمع والبصر تعلق بالموجودات القابلة للرؤية والسماع. وقول المصنف: وكلها قديمة بالذات، اللي هي الصفات، كل هذه الصفات قديمة بالذات لتعلقها بذات قديمة، لأنها ليست بغير الذات، لأنها ليست قائمة بذاتها بل هي قائمة بالذات، أي صلوحية قديمة، ولما حصل صارت تنجزية حادثة لأنها قائمة بالذات وليست قائمة بنفسها وليست زائدة على الذات. ثم قول المصنف: ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف. صفة الكلام ليست حروفا ولا ترتيبا كالمألوف، ومثاله الكلام النفسي، وهذا للتصور وتقريب الصورة كما قلنا سابقا بلا اتصال ولا انفصال، وضربنا مثلا بالروح لا تقل عنها متصلة ولا منفصل، وكصورتك في المرآة بغير اتصال ولا انفصال ولا حلول. يعني بندي لك أمثلة في عالم الحس لا توصف بالاتصال ولا بالانفصال ولا بالحلول ولا ولا توصف بمثل هذه الأشياء، زي صورتك في المرآة، أنت لا تقول أنك اتصلت بها ولا انفصلت عنها، كويس، ولا تقول أنك حليت في المرآة. كذلك مظاهر هذه الصفات في الأكوان هي تجليات لهذه الذات ولهذه الصفات دون أن تحل الذات في الأكوان، وبدون اتصال ولا انفصال، يعني قرب بغير مسافة
وبعد بغير ايه؟ بغير مسافات. لما نقول هو قريب يبقى معناه قرب مكانة ورتبة وليس قرب اتصال أو مكان. فالمسألة مش مسافات. أنت روحك تقدر تقول روحك إنها متصلة بكل أجزاء جسمك؟ ما أنت بتشعر بكل أجزاء جسمك، يبقى أكيد لها نوع اتصال. لكن هل هي حلت في الجسم؟ لا، ما حلتش في الجسم. دليل لما بيقطع جزء من الجسم أنت بتفضل حاسس إنك أنت زي ما أنت، ما نقصتش. لكن لو حلت في الجسم يبقى تشعر بنقص يطرأ عليك إذا قطع جزء من جسمك، لكن لا تشعر. يبقى لا تستطيع أن تقول إن هي متصلة ولا تستطيع أن تقول إنها منفصلة. ده في روحك اللي هي مخلوقة، فما بالك رب العالمين. فربك خلق لك أشياء أنت بتدركها متصفة بهذه الصفات حتى تستطيع أن تتصور مثلها في الإله، فلا تتقيد بعد ذلك بمسافات ولا بحدود ولا بقيود. هذه المسألة. مثال ذلك الشخص النائم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الإنسان النائم أين روحه؟ الجواب: روحه تنطلق وتسبح في السماوات والأرض، وترى الجنان والسماوات وأطراف الأرض في الرؤية المنامية. ولا يستطيع شخص أن يقول أنك تكذب، لأنه يعلم أنها رؤية، والروح في الرؤية منطلقة والجسد موجود. ولا تستطيع أن تقول عنها اتصلت وانفصلت وهي مخلوقة. إذن الخالق من باب أولى أن يكون أقرب إليك منك وهو غير منفصل ولا متصل، وهو معكم أينما كنتم. فالمعية صفة الرب، وهو معكم، قالش أنتم معي، لأن ليس معه شيء. الكل به، الكل به قائم بالله، ليس له وجود ذاتي منفصل عشان يقول إنك معه. واضح؟ لكن الله هو الذي مع كل شيء، وهو ليس معه شيء. بغير حلول ولا اتصال ولا انفصال، هو القريب في بعده، البعيد في قربه، الباطن في ظهوره، الظاهر في بطونه. ويستحيل ضد ما تقدم. عايز يجيب لك بقى الصفات المستحيلة العشرين المقابلة للعشرين اللي هي الواجب. ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخات فاعلم، لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بالسوى معروفا، يعني له شبيه. وكل من قام به سواها فهو الذي في الفقر قد تناها، اللي هو الموجود المخلوق. والواحد المعبود لا يفتقر لغيره جل الغني المقتدر. يقول المصنف: ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشاخصات فاعلم. هي الشامخات، صلح مكتوب هنا الشاخصات، صلح الشامخات. عشان نصلحها في الطبعة الجديدة. ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخات فاعلم. نحن ذكرنا 13 صفة، وقلنا منها 6 سلبية لأنها تسلب نقصا، ثم 7 هي أصلا حقنا. كنا نقول إيه؟ نحن ذكرنا 13 صفة، قلنا منها 5 سلبية بلاش 6 دي لأنها تسلب نقصا، وواحدة نفسية عشان نكمل الست، وواحدة نفسية وهي الوجود. يبقى كده 6، ثم 7 معنوية، يبقى المجموع كام؟ 13. يبقى نصحح العبارة: نحن ذكرنا 13 صفة، وقلنا منها 5 سلبية لأنها تسلب نقصا، وواحدة نفسية وهي الوجود، ثم 7 معنوية لأنها تعطي معنى زائدا. وما دام ضدها 13 صار المجموع 26 صفة، والستة الوجود. هو بعض العلماء اعتبروا أن الوجود دي تبع الصفات إيه؟ هي حسب التقسيمة. يعني بعض العلماء قالوا أن الصفة النفسية تبع الصفات السلبية، وجعلوا الصفات السلبية 6 وحطوا الوجود منها. وفي بعض العلماء قالوا لا، الصفات السلبية 5 وصفة الوجود دي صفة نفسية، ما نقولش عليها سلبية.
فاهم؟ عشان كده بقى العلماء بيعد الوجود مع الصفات السلبيه يعتبرهم ستة على بعض، وبعد العلماء يعتبرهم خمسه سلبيه واحده ايه تبقى نفسيه. والسته الوجود وضده العدم، ثم القدم وضده الحدوث، ثم البقاء وضده الفناء، يستحيل ان يكون له نهايه. القيام بنفسي وضده الافتقار، يستحيل ان يكون مفتقرا. تخالف الغير وضده ان يكون له مثل، ولله المثل الاعلى. فالله منزه عن الامثال، فهو مخالف عن الجوهر والجسم والعرض، فلا يوصف بالجسميه ولوازمها وهو التبعيد والتحيز، ولا يوصف بالجوهر ولوازمها وهو التحيز، ولا يوصف بالعرض ولوازمه لافتقاره للمحل. يبقى ولا يوصف بالجوهر ولوازمه، بتقول بلاش ولوازما، نقول ولوازمه، لان يلزم من الجوهريه التحيز، مش كده؟ ولا يوصف بالعرض ولوازمه لافتقاره للمحل. إذن ليس كمثله شيء، العجز عن الإدراك عين الإدراك. الصفة السادسة وحدانية وضدها التعددية، فهو واحد خلق الموت والحياة والخير والشر والإيمان والكفر، فهو واحد. وفي هذا رد على اليونانيين الذين قالوا بوجود إلهين، واحد للخير وآخر للشر، وواحد للحياة وآخر للموت، وواحد للإيمان وآخر للكفر، فجعلوها إثنينية، إله للجلال وإله للجمال. ده في عقائد من اليونان. أما عند المسلمين فهو إله واحد خلق كل شيء، خالق كل شيء فاعبدوه. وقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وهذا معنى الوحدانية، أن يكون الفاعل واحدا، ويستحيل أن يكون اثنين كما قالت اليونان، أو التثليث كما قالت النصارى، أو التكرار والتناسخ في الأجساد كما قال السيخ في الهند. قال تعالى: بيده ملكوت كل شيء، وقال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ولم تفسدا، فلو كان إلهين لاختلفوا وحصل الفساد والخلل. ونحن نرى الكون منذ ملايين السنين يدار بمدير لا نراه وهو واحد، فانتفاء الفساد والخلل يثبت الوحدانية، فيحال أن يتصور التعدد فيه. والتعدد في الأفراد والتعدد في الذات، فالتعدد في الذات تنفيه الأحدية، فهو غير مركب من أجزاء متعددة، فالأحدية تنفي التعدد في الذات، والواحدية تنفي التعدد في الأفراد. يعني أحد لا يتجزأ، واحد لا يتعدد، أدي معناه، أحد لا يتجزأ، واحد لا يتعدد. أنت مثلا واحد لكن مكون من أجزاء ولك أبعاد، فهمت؟ وبالتالي الأحدية تنفي التجزؤ والواحدية تنفي التعدد، واضح؟ واحد لا يتعدد، أحد لا يتجزأ، لأن التعددية قد تتصور في الأجزاء كالشيء الواحد، ولكنه مكون من أجزاء متعددة، مثل الإنسان مكون من رأس وجذع وذراعين وقدمين، وداخل الجذع أحشاء وقلب، فبالرغم من أنه واحد لكنه مكون من أجزاء. إذن الواحدية لا تنفي تعدد الأجزاء، لكن تنفي تعددية الأفراد، وتعددية الذات تنفيها الأحدية. والعجيب أن كلمة أحد لم تأتي في القرآن إلا مرة واحدة، قل هو الله أحد، لأنها تعني أمرا هاما جدا جعله الرسول صلى الله عليه وسلم ثلث القرآن، لأن ثلث القرآن إلهيات، وثلثه نبوات، والثلث الثالث سمعيات، فهي تعدل ثلث القرآن، كأن قوله صلى الله عليه وسلم الإخلاص ثلث القرآن، قد قسم لك علوم الدين إلى ثلاثة أقسام. إذن في علم التوحيد عندما يقول وحدانية ننفي تعدد الذات والأفراد، يعني ما نقول وحدانية نقصد الأحدية والواحدية، واضح؟ وعرفنا مخالفته للذات في قوله ليس كمثله شيء، لأن كل شيء مكون من أجزاء، لذلك نرد على من يقول له يد ليست كأيدينا وعين ليست كأعيننا، فهو مخطئ، لأنه جعل له أجزاء وأبعادا فنفى الأحدية، فعبد إلها واحدا غير أحد، وهذا كفر خطير،
وده الكلام ده عند مين؟ عند الأغبياء اللي انت عارفه. كذلك قولهم الله في السماء، وهذا خطأ لأنه حيز، حيز له مكانا، والتحييز أو التحيز، خليها التحيز ياء واحدة يعني، التحيز. صفة الأجسام والجواهر، ونقول لهم أين كان الله قبل خلق السماء؟ سبحان الله، فهو حاضر لا يغيب، ولو كان في جهة لغاب من الجهة الأخرى، تعالى عن هذا علوا كبيرا، ولكن موجود لا في مكان، موجود لا في مكان. يعني ما يقول لك أين الله، تقول هو موجود قبل خلق المكان، فهو على ما عليه كان. هذه كل الحكاية. ممكن تختصرها تقول موجود لا في مكان، أو موجود قبل خلق المكان، كما أنه موجود قبل خلق الزمان، فلا يقال أين ولا يقال متى، لأن متى تسأل عن الزمان والله كان قبل الزمان، فهو أول قبل كل شيء. وأين تسأل عن المكان والله هو الذي خلق المكان، فكان قبل خلق المكان. واضح؟ العجيب أن الكفار كانوا يعتقدون أن الله عز وجل في السماء، لذلك كانوا عندما يجامعون زوجاتهم يغطون أنفسهم حتى لا يراهم ربهم الذي في السماء، فعندهم حياء أن يراهم في هذه الحالة. قال تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، أي من ربهم يعني. ألا حين يستغشون ثيابهم، يعني يتغطوا بثيابهم، يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور، أي أن ربنا معكم مطلع لا يحجبه حاجب ولا غطاء. فعقيدتهم متصورة أن هذا الإله يحجبه حاجب، فجاء القرآن وقال وهو معكم أينما كنتم، وقال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقال يعلم السر وأخفى، وقال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك نربي أولادنا على ما ربى به السري السقطي الإمام الجنيدي رضي الله عنهما وهو طفل صغير. سأل الإمام الجنيدي خاله الإمام السري السقطي وقال له حدد لي وردا، فقال يا ولدي إذا أويت إلى فراشك فكرر حتى تنام الله معي، الله شاهد علي، الله قادر علي. ما قالش إيه أنا مع الله، قال الله معي، لأن المحية صفة الله. سيدنا موسى ليه كلا إن معي ربي سيهدين، ما قالش إني مع ربي سيهدين، قال إن معي ربي، فالمعية صفة الله، وهو معكم أينما كنتم. قال الجنيد رحمه الله ما زلت أكررها حتى فتح الله على قلبي وصار الله لا يغيب عني لحظة. فهي إذن وحدانية في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، فلا توجد ذات مثل ذاته، ولا صفة مثل صفته، ولا فعل مثل فعله تعالى. وده معناه توحيد ايه؟ الذات والصفات والأفعال، أنه واحد في كل ذلك لا يشارك أحد. الصفات السبعة الأخرى وعكسها، الحياة وضدها الموت، يستحيل الموت والعدم. القدرة وضدها العجز، فيستحيل أن يوصف بالعجز. إرادة وضدها قهر، يستحيل أن يكون مقهورا مجبورا، لا إرادة له، ولا بد مع القدرة والإرادة، لأنه لو لم تكن لكان هناك قهرا. والإرادة هي المشيئة، وقلنا أن الإرادة غير الأمر عند أهل السنة. الكلام وضده البكم، يستحيل أن يكون غير متكلم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالكلام صفة يستحيل ضدها البكم. السمع وضدها الصمم، أو الصمم، خليها الصمم، حط ميمين، يستحيل في حقه الصمم. الإبصار وضده العمى، يستحيل في حقه العمى. وكل صفة من صفات المعاني السبعة يلزم منها سبع صفات معنوية، فيكون سبحانه حيا عليما قديرا مريدا سميعا بصيرا متكلما. يبقى السبعة دول مع الـ13 يكونوا الـ20. قول المصنف لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بالسوى معروفا. السوى إذا لم تثبت له الصفات السابقة لكان عنده شبيه، بدل عنده دي هنقول لكان له شبيه.
شيل عندك، تقول لكان له شبيه. قول المصنف: وكل ما قام به سواها فهو الذي في الفقر قد تناهى. لهم المخلوقات كلها قائم فيهم هذه الأشياء، مبعضين ومتحيزين ومحدودين بالزمان والمكان، واخد بالك، ومفتقرين لكل شيء لأنهم ليس قائمين بأنفسهم بل قائمين بربهم، وبالتالي في الفقر قد إيه؟ قد تناهى. وهذه الصفات المستحيلة إذا قامت في موجود كان مخلوقا متصفا بكمال الفقر. فأنت أيها الإنسان بغير إقدار الله لك عاجز، خلي الهمزة تحت، بغير إقدار الله لك عاجز، وبغير إمداد الله لك بالوجود تصير عدما، وبغير إمداد الله لك بآلة الكلام ما تكلمت، وبآلة السمع ما سمعت، وبآلة البصر ما أبصرت، فأنت مفتقر لهذه الأشياء، وبالتالي فكل ما قام به سواها فهو الذي في الفقر قد تناهى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أما قول المصنف: والواحد المعبود لا يفتقر لغيره جل الغني المقتدر، لأنه لا وجود لغيره معه فيستمد منه، فلا بد أن يكون مستغن بذاته، لذلك تقول عنه الغني في ذاته المغني لغيره بإمداده. انتهينا هنا من الصفات الواجبة والمستحيلة، وتبقى الجائزة. وجائز في حقه الإيجاد والترك والإشقاء والإسعاد، ومن يقل فعل الصلاح وجب على الإله قد أساء الأدب. واجزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي، إذ الوقوع جائز بالعقل وقد أتى به دليل النقل. صلح في جنة، حطت إيه؟ ضمة على النون، هي شدة مفتوحة، حط فتحة مكان الضم. في جنة الخلد مكتوبة النون مشددة مضمومة، غلط، خليها مشددة مفتوحة. قول المصنف: وجائز في حقه الإيجاد والترك والإشقاء والإسعاد، وجائز في حقه الإيجاد والترك والإشقاء والإسعاد. يجوز في حقه أن يوجد، أن يخلق الممكن وهو الكون وما فيه، أو لا يوجده، فالعلاقة بينه وبين سائر الأكوان علاقة اختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، له أن يخلق وله أن لا يخلق، يوجد ويعدم، يرفع ويخفض، يميت ويحيي، يقبض ويبسط، يقبض ويبسط. الإيجاد إذا وجد بالفعل يسمى تنجيز حادث، وإذا وجد بالقدرة يسمى صلوح قديم. إذن الإيجاد له أوجه، وجه صلوح قديم ووجه حادث، وجه متعلق بالجائز، فالتنجيز الحادث مخلوق، والصلوح القديم قديم. وأنا أسمي في مصطلح المصطلح اليسري، يعني أسمي التنجيز الحادث التجلي، أي يتجلى الله على المعدوم بالظهور والخلق فيصير موجودا، فتعلق هذا التجلي بالوجود حادث، فكل تجل حادث والمتجلي قديم، وكل مظهر حادث مخلوق والظاهر قديم، فتتعدد المظاهر بتعدد تجليات المتجلي، فالتجلي حادث والمتجلي قديم، والتجلي متعدد والمتجلي واحد. مثال على ذلك: كلام الله صفة قديمة تجلت على الحروف فظهرت مكتوبة ومقروءة ومسموعة، فالمكتوب والمقروء والمسموع حادث، وهو دال على الصفة القديمة وهي الكلام، فهو من جهة الله قديم دال على صفة الكلام وهي قديمة، ومن جهة السامع والقارئ فهو حادث باعتبار أنه بلسان عربي مبين. قاعدة احفظها، القاعدة دي خد بالك، الحمد لله ربنا ألهمنيها من خلال قراءات كتيرة، يعني هي مذكورة معناها في وسط كلام العلماء، لكنها حبيت أن أنا جمعها لك في قاعدة. إيه هي القاعدة دي؟ كل صفة فعل تعلقت بمخلوق ليست صفة ذات بل صفة فعل، ومظهرها مخلوق دال على الصفة الذاتية القديمة، وهذا هو التجلي والظهور.
زي ايه؟ العرش مخلوق، والاستواء صفة فعل، صفة فعل تجلت تعلقت بمخلوق تبقى صفة حادثة وليست صفة قديمة. فما ينفعش نقول المستوي بذاته لأن الذات قديم. فهمت بقى؟ القاعدة دي مهمة هتحل لك إشكالية. أي صفة لله متعلقة بإيه؟ بحادث ومتعلقة ودل على فعل تكون إيه؟ تكون مظهرها حادث وليس الدل على قدمها في الذات. فهمت؟ كل صفة فعل تعلقت بمخلوق ليست صفة ذات بل صفة فعل ومظهرها مخلوق دال على الصفة الذاتية قديمة، على الصفة الذاتية القديمة. وهذا هو التجلي والظهور. مثال على ذلك العرش مخلوق، قال تعالى الرحمن على العرش استوى. فالاستواء صفة فعل تعلق بمخلوق، وهنا نرد على من قال إن الرحمن استوى بذاته لأنه جعل الاستواء صفة ذاتية قديمة وهذا ضلال. فالاستواء صفة فعل لأنها تعلقت بحادث مخلوق وهو العرش وليست صفة ذات. إذن فالاستواء تجل حادث معناه كمال اكتمال الملك وكمال القهر، لأن لو قلنا أنها صفة ذات ومستوي بقدمه على العرش جعلنا العرش قديم بقدم والعرش مخلوق. فهمت؟ وعشان كده اضطروا اللي يقولوا كده اضطروا قالوا بقدم الأكوان ايه بالوجود لا بالنوع، يعني تتغير الانواع لكن هي لابد يبقى في كون موجود معه منذ، وده كلام ايه الفلاسفه ورجحه ابن تيميه مخالفا لما عليه اعتقاد المسلمين. اذن فالاستواء تجلي حادث معناه كمال اكتمال الملك وكمال القهر. ليه قلنا تجلي حادث؟ لان تعلق بمخلوق وهو العرش، فهي دل على قاهر ودل على مدلول قديم، لكن ظهورها حادث وهي دل على القهر فهو قاهر قبل أن يخلق العرش، ودل على الكمال وهو كامل قبل أن يخلق مظاهر الكمال، وهو يجعل الذات مستقر على العرش. ومن يجعل الذات مستقر على العرش فهو يعبد جسما، ونعوذ بالله من ذلك. مثال آخر الرزق، صفة الرزق تعلقت بالمرزوق ودل على الرازق. فالرزق حادث دال على أن هناك مرزوق وهو حادث، ودال على أن هناك رازق وهو قديم. يعني في حاجة اسمه رازق وفي رزق وفي مرزوق، مش كده؟ رازق قديم والرزق حادث والمرزوق حادث. فهم؟ مثال آخر الإحياء، صفة فعل دل على أن هناك حي قديم ودال على حادث حي، ودلالته كذلك دلت على أن هناك مميت قديم وأن هناك ميت حادث. القهر دل على أن هناك مقهور حادث وأن هناك قاهر قديم. قول المصنف الإشقاء والإسعاد، فهو سبحانه يسعد من يشاء ويشقي من يشاء، لذلك نقول الدال مخلوق والمدلول قديم. زي ما نقول القرآن العربي دال على كلام الله، فالدال مخلوق والمدلول عليه قديم. فهم؟ لأن صفة الأفعال دالة على مدلول وهو على فاعل، دالة على مدلول وعلى فاعل، فالأفعال تتعدد والفاعل واحد قديم. فمهما تعددت التجليات فلا تشغلك عن أحدية الذات ووحدية المتجلي. لذلك قلنا هذا المعنى في صلوات الواحد وصلوات الأحد في الصلوات اليسرية، وهي اللهم يا واحد فلا يتعدد، يا من تجليت في المظاهر فإنما تولوا فثم وجه الله. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الواحد وعلى آله عبدك الواحد الذي جعلته رحمة للعالمين، فصليت عليه لتمده بمددك فيسع الأكوان بتجليات واحديتك. صلاة أعرفك بها في كل شؤوني وأراك بها أينما توليت، فلا أجهلك في شيء ولا أنشغل بالمظاهر عن الظاهر ولا بتعدد التجليات عن الواحد. دي في صلاة الواحدية. أما صلاة الأحد، اللهم يا أحد فلا يتجزأ، يا من احتجب بأحديته في سرادقات عزه وظهر بوحديته في صور تجلياته. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الأحد وعلى آله الذي حجبت أحمديته في ظاهر محمديته وجعلت روحانيته سرا ساريا في الأكوان، بها ظهرت وبها رزقت
وبها هديت، صلاة لا تحجبني بمظاهر وحدانيتك عن سر أحديتك، فلا أعتمد إلا عليك، ولا أستعين إلا بك، ولا أعبد شيئا سواك. مهما تعددت وتغشتني أنوار تجليات وحدانيتك، فلا كثرة تحجبني عن أحديتك، ولا وحدة تحجبني عن وحدانيتك، يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا الله. ففي الصلاتين دول ملخص كل كلام علماء التوحيد في القضية دي، صلاة الواحد وصلاة الأحد في صلاة أسماء الله الحسنى. ولذلك تجد هذا المعنى واضحا متجليا في كل شيء، تجد له آية تدل على أنه الواحد. ومعنى قول القائل واحد لا من قلة، أي لا يفتقر لأنيس، لأن الإنسان لو جلس وحده يستوحش ويحتاج إلى من يؤنسه، لكنه سبحانه لا يستوحش ولا يفتقر لأنيس. ومعنى قول القائل موجود لا من علة، أي لا توجد علة لوجودي بل هو علة الوجود، لأنه لو كان هناك علة لوجودي لكانت مرجح لوجوده، ولو تصور وجود المرجح لكان مخلوقا سبحانه وتعالى عن وجود الشريك. إذن لا علة لوجودي لأنه علة الوجود. ولو كان له علة لوجودي معناه أن هناك كان احتمال الوجود والعدم، وطالما في احتمالين يبقى يحتاج لمرجح، والذي يرجح لابد أن يكون موجودا قبل ظهور الراجح، وبالتالي هذا كله يستحيل في حقه. ومن يقول فعل الصلاح وجب على الإله قد أساء الأدب، هنا بيرد على المعتزلة اللي قالوا بالوجوب العقلي على أن الله يفعل الأصلح، فجعل هناك وجوب عقلي يلزم الله بفعل الأصلح، فهم؟ فهنا بيرد على المعتزلة، فنجعل هذا الموضوع إن شاء الله في المجلس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجزاكم الله خير.